بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولياء أمور الصف السادس الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض المهام الأدائية في مادة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني، وفي نوعين من المهام منتشرين. النوع الأول اللي هو معنا دلوقتي للأستاذ خالد عطية، بارك الله فيه وجعل هذا العمل في ميزان حسناته، وإن شاء الله الجزء الثاني هنعمله برضه للأستاذ رضا نصار. ولو عايز تحمل الجزئين هسيب لك الرابط في الوصف تحت الفيديو. وخلي بالك دي مهام مقترحة، لأن الوزارة السنة دي ما نزلتش مهام رسمية. نبدأ بالمهمة الأولى. المهمة الأولى: صمم بطاقة تعريفية للسيدة خديجة رضي الله عنها موضحا فيما يلي من هي ومكانتها ولماذا تزوجت من الرسول صلى الله عليه وسلم وكم عدد أبنائها منه ومتى توفيت. السيدة خديجة رضي الله عنها من هي؟ هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، كانت من شرفاء وأغنياء مكة وصاحبة تجارة ناجحة، وقد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت 3 أبناء. مكانتها: لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي أول من آمنت من النساء رضي الله عنها وأرضاها. أتى جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشره فقال: يا رسول الله، فإذا أتتك خديجة فأقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. مكانتها: أتى جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشره فقال له: يا رسول الله، فإذا أتتك خديجة فأقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. جيم: لماذا تزوجت من الرسول صلى الله عليه وسلم وكم عدد أبنائها منه؟ تزوجت من الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأت من صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، ما جعلها تتمنى أن يكون زوجا لها. وكان عدد أبنائها منه صلى الله عليه وسلم 6 أبناء. 6 أبناء أنجبت رضي الله عنها: السيدة زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والقاسم وعبد الله رضي الله عنهم أجمعين. دال: متى توفيت؟ توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها عام 10 من البعثة، وهي في عمر 65 عاما، كان عمرها 65 سنة. يبقى توفيت سنة كام؟ 10 من البعثة، وكان عمرها 65 عاما. وخلي بالي تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمرها 40 سنة. انتهينا من المهمة الأولى، ننتقل إلى المهمة الثانية. صمم لوحة إرشادية وضح فيها أهم آداب المسجد ودور المسجد في المجتمع المسلم. من آداب المسجد التزيين وارتداء الملابس النظيفة، والدليل قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. رقم 2 التعطر والحفاظ على رائحة الفم الطيبة. رقم 1 التزيين وارتداء الملابس النظيفة، رقم 2 التعطر والحفاظ على رائحة الفم الطيبة. رقم 3 دعاء دخول المسجد، ندخل بالقدم اليمنى ونقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. رقم 4 بعدما دخلت المسجد عدم المرور بين يدي المصلي، عدم المرور أمام من يصلي. رقم 5 صلاة ركعتين تحية للمسجد إذا لم تكن صلاة الفريضة قائمة، يعني أول ما تدخل المسجد تصلي ركعتين لله، الركعتين دول اسمهم ركعتين تحية للمسجد. أما إذا وجدت صلاة قائمة، صلاة مفروضة مثل الظهر أو العصر أو أي صلاة فريضة، تدخل في الصلاة مباشرة ولا تصلي ركعتين تحية للمسجد. رقم 6 الإفساح في المجلس خاصة يوم الجمعة. الإفساح في المجلس خاصة يوم الجمعة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. رقم 7 خفض الصوت في أثناء قراءة القرآن. إذا جلست في المسجد لتقرأ القرآن فمن آداب المسجد خفض الصوت في أثناء قراءة القرآن. رقم 8 دعاء الخروج من المسجد، نخرج بالقدم اليسرى ونقول: اللهم إني أسألك من فضلك. دور المسجد في المجتمع. رقم 1 تقوية روابط الأخوة بين المسلمين، تقوية روابط الأخوة بين المسلمين. رقم 2 زيادة الشعور بالانتماء للإسلام والوطن،
زيادة الشعور بالانتماء للإسلام والوطن. رقم 3، تيسير التعاون على العمل الخيري والتكافل. تيسير التعاون على العمل الخيري والتكافل. انتهينا من المهمة الثانية، ننتقل إلى المهمة الثالثة. المهمة الثالثة، صمم بطاقة تعريفية عن حجة الوداع تتضمن متى كانت وكم كان عدد المسلمين فيها ولماذا سميت بهذا الاسم وما أهم الوصايا التي اشتملت عليها خطبة الوداع. متى كانت؟ أخلي بالي في السؤال ده، في إشكالية ممكن الطلاب يقعوا فيها، لأن مكتوبة في الكتاب حجة الوداع في شهر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في شهر ذي القعدة تجهز الرسول، ولكن حجة الوداع كانت في شهر ذي الحجة وليست شهر ذي القعدة. خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في حجة الوداع لما جاء يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عرفات. إذن حجة الوداع كانت في شهر ذي الحجة وليس شهر ذي القعدة. يبقى نكتب متى كانت؟ كانت في شهر ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة. عدد المسلمين فيها، كان عدد المسلمين فيها أكثر من 100,000 مسلم، وسميت بهذا الاسم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، حيث قال لهم لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعدها. وأهم الوصايا التي اشتملت عليها خطبة الوداع، رقم 1، أن كرامة وحقوق المسلم مقدسة كالبيت الحرام والبلد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رقم 2، احترام النساء وتقديرهن بالمعاملة الحسنة، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. رقم 3، الالتزام بالقرآن الكريم وبسنته صلى الله عليه وسلم لنهتدي إلى الطريق الصحيح، فقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رقم 4، الحفاظ على حقوق العباد، فقال صلى الله عليه وسلم المسلمون إخوة ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس. المسلمون إخوة ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس. انتهينا من المهمة الثالثة، ننتقل إلى المهمة الرابعة. المهمة الرابعة، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. في ضوء دراستك لسورة الشرح، صمم لوحة تتضمن متى نزلت ومن المخاطب بها وكيف رفع الله ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وما أهم الدروس المستفادة من سورة الشرح. متى نزلت سورة الشرح؟ نزلت سورة الشرح قبل الهجرة بعد سورة الضحى. يبقى متى نزلت؟ قبل الهجرة، يعني نزلت بمكة بعد سورة الضحى. المخاطب، من المخاطب بها؟ طبعا قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. يبقى من المخاطب بها؟ فيها خطاب من رب العالمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته. رفع الله ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، بالنبوة أولا، فلا يذكر الله تبارك وتعالى إلا ذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلما نقول في الشهادتين والأذان والإقامة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك في التشهد بالصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
بذلك رفع الله سبحانه وتعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. الدروس المستفادة من سورة الشرح: رقم 1، الله تعالى لا يترك عبده إذا مر بشدة أو محنة، فإنه يجعل معها اليسر والمخرج. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. رقم 2، نتعلم الاتزان طوال يومنا بين ما نقوم به من أدوار ومسؤوليات، كابن وابنة وأخ وأخت وتلميذ وصديق وصديقة، مثل الاجتهاد في المذاكرة وبر الوالدين وبين عبادة الله تعالى وأداء الفروض. إذا نتعلم الاتزان طوال يومنا ما نقوم به من أدوار ومسؤوليات، مثل الاجتهاد في المذاكرة وبر للوالدين وبين عبادة الله تعالى وأداء الفروض. رقم 3، نشر العلم والدعوة للخير يرفعان ذكر وشأن الإنسان في الدنيا والآخرة. لما الإنسان ينشر العلم ويدعو للخير يرفع الله تعالى ذكره وشأنه في الدنيا والآخرة، كما رفع الله تبارك وتعالى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من المهمة الرابعة، ننتقل إلى المهمة الخامسة. المهمة الخامسة: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم 1، أكدت سورة الشرح عناية الله تعالى عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة صحيحة. رقم 2، رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الآذان فقط، طبعا هذه العبارة خطأ، وإنما رفع ذكره في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد. 3، تزوجت السيدة خديجة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمرها 30 عام، هذه العبارة خطأ، لكن كان عمرها رضي الله عنها 40 عام. رقم 4، أنجبت السيدة خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم 3 أبناء، أيضا هذه العبارة خطأ، وإنما أنجبت رضي الله عنها 6 أبناء. رقم 5، يمد المد الأصلي بمقدار 4 حركات، طبعا هذه العبارة خطأ، وإنما المد الأصلي يمد بمقدار 2، ويسمى أيضا المد الطبيعي، يعني ممكن يقول المد الأصلي أو الطبيعي، المد الأصلي أو الطبيعي يمد بمقدار 2. انتهينا من الجزء الأول من مهام التربية الدينية الإسلامية، وانتظرونا إن شاء الله في الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.